الكريم، نرجو منكم وقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الأمة. A moment of silence in honor of the martyrs. بسم الله والصلاة والسلام على كافة رسل الله وخاتمهم محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، أصحاب العطوفة والسادة، ضيوفنا وعملائنا الكرام، السيدات والسادة، اسمحوا لي أنا رنا عوض بزنس ديفلوبمنت أند ماركتينج في مول يو بي جوردن أن أرحب فيكم أجمل الترحيب في مؤتمر إطلاق شراكة مول يو بي جوردن مع مول جلوبال. Please allow me to extend a warm welcome to our guests from More Global, Mr. Jeff Blackbird and Mr. Jan Bush. Welcome to the Hashemite Kingdom of Jordan. Kindly note, and we're so thrilled to have you here with us. Kindly note that the conference will be translated immediately through headphones provided to you by us. اسمحوا لي أن أترك الكلمة الأولى لإطلاق الشراكة بين مور يو بي جوردن ومور جلوبال للشريك المؤسس السيد خالد أبو دهيم. الشريك المؤسس خالد أبو دهيم حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والاقتصاد من الجامعة الأردنية، حاصل على إجازة ممارسة مهنة تدقيق الحسابات في الأردن، وعضو جمعية المحاسبين القانونيين للأردنيين، ولديه خبرة واسعة وممتدة تزيد عن 30 عام في مجال المحاسبة والتدقيق والإدارة وتقديم خدمات الاستشارات المالية والضريبية. مارس مهنة المحاسبة وشغل عدة مناصب إدارية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. صدق الله العظيم. عطوفة السيدة سامية أبو شريف رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضيوفنا الكرام من أصحاب السعادة، رؤساء من مجالس الإدارات وهيئات المديرين والمدراء العامون، الأساتذة عمداء كليات التجارة والمحاسبة والأعمال وطلابها في جامعاتنا الأردنية، زملائي وموظفي شركة مور يو بي جوردن. Also in the beginning I would like to welcome our guest Mr. Jeff and Mr. Ian from More Global, who joined us, or who came from South Africa to join us in our conference. Thank you all for being here, Mr. Jeff and Mr. Ian. سيدات والسادة، الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أخاطبكم اليوم ومرحبا بكم جميعا في هذا الاحتفال المميز، ونشكر تواجدكم معنا اليوم والذي نحتفل فيه بانضمام شركتنا مور يو بي جوردن إلى شركة مور جلوبال العالمية المرموقة، ونرى في ذلك فرصة عظيمة لتقديم خدمات أفضل لعملائنا، حيث نشعر بسعادة غامرة بحضوركم ونتطلع إلى مشاركة هذا الإنجاز التاريخي معكم.
الأخوة الحضور، دعوني أولاً أقدم لكم نبذة مختصرة عن شركتنا موريو بي جوردن. نحن شركة رائدة في مجال التدقيق والاستشارات المالية. تأسست شركتنا في عام 1996 ونفتخر بخبرة تزيد عن 30 عاماً، ونفخر بتقديم خدمات التدقيق والكثير من الخدمات والاستشارات المالية رفيعة المستوى لعملائنا في الأردن، وهي خدمات ذات جودة لعملائنا منذ تأسيسنا، حيث نعمل بجد على تحقيق التميز في كل ما نقوم به، ونسعى دائما لتلبية احتياجات عملائنا بطرق مبتكرة وفعالة، ونؤمن بأهمية تقديم حلول متخصصة تلبي احتياجات عملائنا، ونلتزم بأعلى معايير الجودة والمهنية في عملنا. إننا في موريو بي جوردن نفتخر بفريق عملنا المميز من الشباب والشابات المحترفين المهرة الذين يتمتعون بخبرة واسعة في مختلف المجالات، ويلتزمون بقيمنا المتمثلة في تقديم خدمات عالية الجودة بمهنية وأخلاقية عالية. إننا أما عن شركائنا في موريو جلوبال، فهي واحدة من أكبر شركات من أكبر شبكات الشركات المستقلة في قطاع التدقيق والاستشارات المالية على مستوى العالم، حيث تأسست منذ أكثر من 100 عام، وتضم أكثر من 550 مكتب، يضم حاليا أكثر من 37,000 موظف في أكثر من 114 دولة حول العالم. تتميز موريو جلوبال بالتزامها بتقديم أعلى مستويات الجودة في الخدمات التي تقدمها، وتعد من ألمع الأسماء في هذا المجال، فهي تتمتع بسمعة طيبة في تقديم خدمات استثنائية لعملائها من مختلف القطاعات، وتعرف بجودة خدماتها ومهنيتها العالية. السيدات والسادة حضورنا الكريم، بالنسبة لنا فإن انضمامنا إلى هذه الشبكة العالمية يعني ويعكس أهمية الشراكة والتعاون في عالم اليوم المتغير. هذا الانضمام ليس مجرد خطوة نحو التوسع، بل هو خطوة نحو تعزيز قدراتنا وتحسين خدماتنا ومشاركة المعرفة والخبرة مع زملائنا في موريو جلوبال، مما سيساعدنا على تحسين جودة خدماتنا، حيث سيتيح لنا هذا الانضمام الوصول إلى موارد وخبرات عالمية. وبما يمثل هذا الانضمام إلى موريو جلوبال من خطوة هائلة نحو تحقيق رؤيتنا في تقديم خدمات عالمية المستوى لعملائنا في الأردن، وسيفتح هذا الانضمام بفضل الله آفاقا جديدة أمامنا للنمو والتطور، وسنتمكن من الاستفادة من خبرات ومهارات شبكة موريو جلوبال العالمية في تقديم خدمات مبتكرة وشاملة تلبي احتياجات عملائنا في الأردن، وبالتالي نطمح إلى توسيع أعمالنا وزيادة حصتنا في السوق في سوق الخدمات والاستشارات المالية، وأن نتطلع إلى مستقبل واعد بإذن الله. السادة الحضور، أما بالنسبة لكم ولعملائنا فستزيد ثقة عملائنا بنا نتيجة انضمامنا إلى موريو جلوبال، وستزداد ثقتهم بقدرتنا على تقديم خدمات عالية الجودة، لأن هذا الانضمام يعني الحصول على خدمات متميزة ومستوى عال من الدعم والمعرفة. سنتمكن كذلك من تقديم استشارات أكثر دقة وفعالية، مما سيساهم في تحسين الأداء المالي والتجاري لشركاتكم، ونعدكم بأن نواصل تقديم نفس المستوى من الخدمة الشخصية التي تعودتم عليها، وسنتشارك مع عملائنا في الاستفادة من الخبرات العالمية التي تتيحها شراكتنا مع موريو جلوبال، و
ونعد عملاءنا بأن هذا الإمام سيساعدنا على تقديم أفضل ما لدينا والتزامنا الدائم بتقديم خدمات استثنائية لعملائنا. كذلك سيساهم انضمامنا إلى شبكة مور العالمية في تعزيز مكانة الأردن على خريطة خدمات التدقيق والاستشارات المالية العالمية، وكذلك المساهمة في تطور الاقتصاد الأردني وجلب الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الشركات الأردنية في السوق العالمية. وسنعمل إن شاء الله على دعوة الحضور للمشاركة في فعاليات وندوات مستقبلية سيتم تنظيمها من قبل شركتنا بالتعاون مع شركائنا في مور جلوبال. أيها السيدات والسادة الحضور الكريم، ختاماً أود أن أعبر عن مدى فخرنا بهذه الخطوة المهمة. لقد كانت رحلة الانضمام إلى مور جلوبال مليئة بالتحديات والفرص والإنجازات، ونشعر بالسعادة لأننا وصلنا إلى هذه المرحلة، ونشكر جميع من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، ونشكر فريق عملنا وموظفي شركتنا وأصدقائنا على جهودهم المخلصة الكبيرة، ونشكر كذلك عملائنا على ثقتهم ودعمهم المستمر لنا. إننا نتطلب إلى مستقبل مشرف مع مور جلوبال، ونؤمن بأن هذا الانضمام سيساهم في إحداث تغير إيجابي في قطاع خدمات التدقيق والاستشارات المالية في الأردن. أخيراً أود أن أتوجه بالشكر إلى مجموعة مور جلوبال على قبولنا كأعضاء في هذه المجموعة المرموقة. أتمنى أن يكون هذا الحفل بداية لفصل جديد من النجاح والتعاون المشترك، ونشكر لكم حضوركم، ونتطلع معا إلى مستقبل مشرق معكم جميعا. مع خالص تحياتنا واحترامنا للحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوجه بالشكر للسيد خالد أبو دهيم الشريك المؤسس لكلمته التي أطلق فيها شراكتنا بشكل رسمي مع مور جلوبال. And now, let me give a warm welcome to our global partner, Mr. Jeff Blackbird, the Regional Director of Africa and the Middle East in Mor Global here on stage. Everybody, it's fantastic for us, Jan Bosch and I, to be here today with you. It's my first visit to Jordan and therefore my first visit to Amman, and we're on our second day of being here now, and I think Jan will share that we've been really hosted fantastically well, and we've been so excited to be part of this process. So Mr. Khalid, Ali, Johnny, for all the team efforts and everybody else that has participated to bring us here. Thank you. I'm going to say a few words about bringing Moore UB into the Moore Middle East region, Moore Middle East North Africa, we call it. I'll also give you a bit of an overview of the network itself, what we're trying to do and where we are moving our firms globally towards. I'll talk a little bit about the role that Dion and I play at a more global level, and we'll also show you some videos, so you won't have me talking specifically for half an hour, but you'll also get to hear from our global CEO, Anton Kalela, who's based in the UK. Unfortunately, his travels took him to New Zealand just before traveling, we traveled here. So he sent his apologies, but he sent a video to with his greeting. So we'll show that in a few minutes, and I'll show you something else bit about what we're doing on a more global stage. I know our networking session at the end we'll have an opportunity to maybe talk one-on-one, and I'll be very keen to hear and speak to each if there's an opportunity to do so.
Well, you approached us in the middle of last year, 2023. We were looking to expand our member firms across the network, and we were immediately impressed with the focus that the team had here with Mr. Khaled bringing on some young new partners to join him. And that was a really good fit with what we were looking to do in the Middle East, but not just reserved to the Middle East. The way we work globally is we work very collaboratively, and we look for centers of excellence, and those, in my mind, should not always come from North America, Europe, or the UK. There's lots of skills, expertise that sits all over our network, and because of the roles that Jan and I play, we get an opportunity to engage with people across the world on a daily basis. So although both Jan and I are South Africans and based in South Africa, I work directly for the Moi Global Network. I'm not part of the South African firm. I work directly with the Moi Global Network, particularly helping growth of our sector activities. So I have a regional role for Africa and the Middle East because I'm located in this region. I've spent time working in Abu Dhabi and Dubai in my previous professional roles, but primarily I'm focused on helping grow young talent across our sectors, and we will be talking a bit more about that as we go forward. So let me just take you a bit further down, and I'd like to show this video from Anton. Anton is Scottish, so he's a much stronger accent than I have, but I think you'll see the passion coming through in the conversation that he has with you here. So let's see. Warmest greetings, colleagues. My name is Anton Kalela, and I'm the global CEO of Moor, your CEO, in fact. And I'm joining you today from the Highlands of Scotland, where I'm actually on holiday with my family, but I didn't want to miss the opportunity to send a very special and warm greeting to Moor UB Jordan. I'm so delighted that you are now part of this wonderful, growing, thriving, and very, very different professional services firm in the world. And I'm delighted that you are joined with two of our great leaders in the region, Jeff Blackbeard and Jan Bosch. And we're going to have a great time with them. But we're so pleased to have you with us. I've heard so much about the firm. I've heard about your character. I've heard about your quality, I've heard about your ambitions, I've heard about the very great quality of all the people that make up Moor UB Jordan. And I really wish that the days and years ahead for you as a firm, but also for every one of you that's watching this video, that these are some of the best years of your career. Because we spend a lot of time at work, and I want to make sure that the time we spend in Moor offices, and there are 600 offices around the world at 40,000 people, we want to make sure that those are very, very good years. So I want to encourage you all to care for one another, to be positive every day in your work, to be kind to your clients, care for your clients, be tough when you need to be tough with them, but also care for those in need in your communities, because I think that's the thing that really makes us different from everybody else. The character of our heart and what we do with our time and resources and skills and our willingness to share this with others. I wish you success. I look forward to the day when I'll come and visit you in person. But until then, every good wish from me, your CEO, for today and for the years ahead. Goodbye. Demonstrated by a 4.85 satisfaction rate across all our open nets. In 2022, we began embedding ESG across our network, with nearly 2,000 people completing our ESG awareness program. We launched more ESGs to the global market.
led by 22 pioneer firms who came together to create an innovative approach to ESG regulatory frameworks. Our social ambition continues to thrive. This is supported by 279 more ambassadors, individuals from across the network who continue to inspire their firms and their local communities. We also launched our More Forest, planting 1,467 trees. We want quality in all that we do. In 2022, we rolled out the unique and world-leading More QM to support the implementation of ISQM that all more member firms access for free. 2022 was the year we came back together with face-to-face events across all our regions. All of this adds up to a different kind of network. We are proudly more, so why not join us? Focus on that. We want to be different and we want to create a difference in the communities which we operate in. So it's not only just about growth and it's not just about, you know, putting our focus onto quality manuals, but also making sure that our people are connected to the communities in some way, giving back time or value or development of people in the local environment. So I'm really excited to have further discussions with you here, where you'll be, and your clients, about how that can take place. We're also on the lookout for young and new talent to be brought in to our global initiatives, so they are again not being driven only from the more developed economies, but also that we have a good spread across our region. Just a short slide around the history of Moore. Moore Stephens was established over 100 years ago, and up until 2018, 2019, had retained the original founders' names, Mr. Moore, Mr. Stephens. Richard Moore, chairman of Moore, when I joined and started to become involved, was the grandson of the founder, and he continues to work within the Moore Global Network out of his offices in the UK, although he's now retired as chairman. So the name of Moore continues to operate within our network, and it's kind of the foundation of the firm, and the culture of that family kind of followed through into our
into our practices across the world. So that gives you a little bit of our history in terms of where we started and some name changes along the way. It became much more efficient for us in 2019-2020 to rebrand and reposition ourselves. Anton joined as the global CEO, and he asked me to take on some additional responsibilities from the Africa and the Middle East region, and then I started to become more engaged with the sector groups. And obviously COVID impacted like it did within your country and your region, impacted us globally in terms of our initiatives, but we've moved forward quite quickly, and that's why we wanted to show you that video of 2022. Some of the stats are now updated. Here we are in 2024, moving forward into 2025. But the importance of 22 for us was that we had rebranded prior to the COVID time, but because of the restrictions of us engaging at this level with our member firms, we really took 2022 as an important milestone to pay for our growth going forward. So you'll see that we've expanded. I think the figures, even as they are today, are the end of 2023. We've just been actively involved, Jan and I, particularly in bringing in about 100 million euro business of Moore firms into France. And we are seeing that in, particularly in North America and Europe, that in some of our firms, they're actually doubling in size on an annual basis within an economy which we all generally think has been quite tight. So, and these firms are often approaching us. The firms in France approached us to join us from an existing network that they've been in for a number of years, which is a good sign that I think we are on the right track in terms of focusing on people and talent and not just on the numbers. So the numbers, Anton will often say to you, this is not important. We're not chasing to become a $5 billion company. But I think by now, Jan, at the end of this year, it'll be 5 billion. And if we follow the path, what's happening in other parts of our world, we'll look at those figures going forward. It's important, if you're a client, to be working with firms that have the money to invest back into talent development, technology, etc. So we are doing that as a regular basis out of Moore Global, and we're encouraging our member firms to do something similar. If you understand how the network works, this is basically our regional kind of structure, Middle East, North Africa, and the Africa region in total, form, I would say, quite a collaborative between, because there's a lot of investment between, particularly North Africa, now Morocco, into parts of West Africa, the Middle East, into particularly Dubai, UAE, into parts of Africa. So we work very closely across this sub-region, Middle East, Africa, but we actively engage with our regions across the rest of the world, Asia Pacific. Our firm in China is the fifth largest, and if you're familiar with the big four kind of networks, our firm is one of that, almost top six, five, six in China. In Moore North America, we have a number of locations generating probably half of the revenue of the global firm, and as you understand the US economy, it is mammoth in terms of the way it produces opportunities for us to utilize some of their skills. But we're seeing more and more that our experiences in the rest of the world are feeding back into North America. In fact, we're running initiatives to help some of the American offices get more engaged with the globe. As you're probably familiar, they can be quite insular in their economy because of the size, and we need to expand their horizons a little bit. So we're actively involved with that. The two regional leaders, Mohamed Awuti, you've met, our colleagues in UB have met Mohamed, based out of Saudi Arabia, and Charles Reed looks after the Africa region for us. Both of these gentlemen are representatives on the Moore Global Board, which is equal representation from all our network firms across the association, which means that Charles and Mohamed are part of the senior decision-making processes, and a regional council we have across this region is represented by UAE, Oman, Qatar, and Saudi Arabia. But we encourage all of our member firms to participate and engage, so it's not a centralized structure at all. It's very decentralized in the way we operate.
Jan and I worked together, and Jan and I have known each other for over 10 years in different roles. Jan focuses a bit more on the quality support side. When we go into a review of a new member firm like we did with UB, he is the one that looks through everything from the quality perspective. I look at it more from the commercial side. Ongoing, we do these kind of trips to visit our member firms to understand what the dynamic is, where we can grow together, and what opportunities there are for bringing in new thoughts, both into country and takeaway. So we're really looking for that to be very much a synergistic approach. And Jan and I meet on a regular basis to do that. We have, within that sort of $5 billion revenue, we have a number of key focus areas that we call our global sector groups. This is my sort of primary responsibility. We have sector leaders for each of those. If you're sitting in a sector in this room and saying, Jeff, but my sector's not up on the board, that means you're not interested in me. No, that's not true. What is true is that that may be something we need to understand a bit more, because at a global level, these are the ones that have proven to be ones where we have particular strength. But we have a number of other sectors that are unique per region or even by firm. But these are the ones that stand out and the ones that we are busy actively engaging on thought leadership development, encouraging our clients to utilize our skills. And we have a few new sectors that we're breaking out of that larger group, particularly around technology, automation, AI, robotics, and everything technology cuts across everything. So whether you're a hotel manager or you're facilitating a solar plant, you're going to be using technology in that some form or other. And I know we all use AI fairly generally now, but there's a lot of technology that's sitting in behind that that may not be AI. And we're looking to see how we can draw on that from our regional teams. And we're doing a lot more in the area of food and beverage, particularly on the food side. Many countries across our network are actively involved with agricultural and also food production, which we hope to develop even further and expand that knowledge base. On the healthcare side, I know many of our countries have individual expertise and we haven't really tapped into that. And the automotive space is becoming more and more stronger as we have a lot of activity with our Korean, Chinese firms, particularly have really good exposure in that world. That's just sort of a top five more specifically. And you'll see the list is slightly expanded to show that maybe your name as a client pops up on that list. Again, if it's not, maybe you can chat to me a bit about what you're doing. We're quite keen to see how we can help. Many of the firms that we have traditionally brought into the network over the 100 years were really strong geographically or had a particular focus on a service and was mainly audit and tax. As we know, the regulatory frameworks in many environments are very tough. And we also need to then look and see how we can obviously manage the quality. But we've also been realizing that our clients' requirements are expanding beyond just those traditional services. So we're encouraging new firms that join us to bring other skills and expertise. So audit particularly audit is not being neglected on this slide at all. But that's really the focus that we have. And I'm lucky enough to be involved with most of those across the world, particularly the risk advisory and the ESG, which I'll cover in a little bit more detail. But we have a lot more work being done at a global tax side, cybersecurity, and as you probably experienced maybe last week, when the systems go down, the whole world grinds to a halt. So we need to be aware of that, and our clients are becoming more and more exposed. Just on the ESG side, you know, a lot of firms and clients over the years have been implementing very sustainable business practices, but they haven't necessarily defined it as ESG. We started to pull together some of our thought leadership probably around about the 2020 period. Again, COVID limited us a bit in exposure of our training and development of our thought leadership on ESG. But that's been accelerated, and if you are looking at good business practices for the future, environmental, social, and governance form part of that. On the governance side, we've very much got a link to risk advisory.
but very strong on the anti-money laundering, particularly looking at the challenges that obviously exposure, international banking systems have allowed us, a lot of freedom of movement. But on the other side, there's a lot of opportunity for people with objective of moving funds without really following all the rules. We've seen a rise in the services we've been offering on the anti-money laundering side. And obviously, we've also been approached on many occasions by the regulator, by some of the donors, to help them clamp down on that particular aspect. So when we talk about ESG, we're not just talking about, you know, saving water or energy on the environmental side. We're talking about encouraging younger people, diversity of culture, religion, bringing that into our workplace in a much more positive way on the S side. And we're also encouraging our clients to becoming very much better corporate and global citizens on that same agenda as ours. That's why things like our More Ambition, Social Ambition programs are focused internally to help us with our own young talent wellness, making sure that they are exposed to a variety of cultures, but also it's also maybe a mirror for our clients to participate with us as well on this journey, and we'll go on at this into the future. So a little bit more about ESG and our clients, but I wanted to spend the last few minutes just talking a bit about our own values, and particularly when Anton joined More Global, one of the presentations he did was what was going to differentiate Moore. Was it going to be that we were going to be the largest? Was it going to be that we were the most profitable? Was it going to be that we had the most people or the most offices in the world? And he said, no, he would want to be respected around the world. So a lot of the traditional professional services firms have taken a battering in the last few years with corporate failures, with their auditors sometimes being held responsible for that. And then the profession starts to lose a little bit of respect, and start making jokes about lawyers, they start making jokes about auditors and accountants. And so we've tried to, as our purpose, to ensure that we are respected in the markets we are. So we don't necessarily have to be the biggest firm in Jordan, not at all. We don't have to grow bigger than everybody else, but we want you to be the most respected in this market. That's key for us. And if we can continue on that same path, then we are following exactly what Anton said at the beginning of his journey here. We build our strategy around these pillars, and you'll see that profitability is not added into that. We assume that if we get all of these things right, you'll become more profitable. And that's not just a hope. Hope is not a strategy, but it's a consequence of making sure we get the other things right. So you'll be attracted to join or work with Moore because you'll see this operating in practice. And certainly we've seen that we've encouraged firms to take on more profitable business and not do and waste their time and resources. But at the same time, this is what you should be focusing on. And that allows you then to take what are we going to do, who are we going to recruit, what clients we're going to take on, and maybe sometimes what clients we are going to say, well, no, I think maybe that's not a cultural fit with what we're doing. So we want to be, a good corporate responsibilities. The world is changing and is becoming more and more diverse. Every time you look at a news broadcast, it's very difficult to understand who's actually telling the truth anymore. There's so many versions of that. And with deep fake videos, it's not even quite sure that it's the person that's saying it actually did say that. So in that challenging world, we've got to be able to come out and thrive. We've got to try and find the best way to operate and utilize the skills and the resources we have. So certainly within that changing world, we see ourselves as being a little bit different, a little bit more on the crazy side of the spectrum, but not crazy with your skill, with your money, or the responsibility we have as auditors. But we like to do some things differently. We're looking to change the way the profession is seen as not being very conservative or very restricted in their outlook. We want to broaden our outlook. We want to broaden more Jordan's ability to connect globally so that they're bringing the best insights from around the world.
and bringing some new ideas that maybe seem a little crazy in your environment, but maybe they've been tested elsewhere and we can demonstrate that. So hopefully connecting with us will be good. If you want to, maybe I think we can share our contacts on LinkedIn as well. But if you do want to take a quick snap of mine, and then I'll show Jan's. I'm hoping that this has given you a little bit of a sense of what Moore Global is about and what we're trying to do within our framework and relationship with Moore UB and the team that you have here. And as I said, I'm really going to be looking forward to hearing the rest of the sessions from some of the clients, from the UB team themselves, because I think Jan, you and I will learn some new stuff along the way, which is really important. And Anton is going to phone me on Monday morning when I get back, and he's going to tell me, he's going to ask me, I know you guys had a lot of fun, but what is the essence? What's come out of what your discussions have been? That's what he asks me. He gives me a lot of opportunity to do the things that I like doing, but on the same breath, he wants to make sure that we're responsible for the custodianship of this brand with you. So that's me. As I said, I've worked across this region and not yet had the opportunity to come to Jordan, so it's been fantastic for me to be here. And I know Jan Bosch has a similar view, and we're going to be spending some time tomorrow interviewing with the UB team just to understand a little bit more about what they're doing. I'm hoping we'll get a chance to get some of to meet some of you out in the field over the next couple of days. And certainly, as Anton said, it won't be the last time we come visit you in Jordan. And if you are traveling and you do want to make contact at any time or point with anybody, and you're saying, look, Jeff, I'm off to the US or I'm off to the UK, I'd like to meet somebody from work, then either if you don't have my contact or you want to get them through Khaled or Ali or Shadi, please do that, and we'll put you in contact with the Moore team wherever you're going. And if you need assistance with any of your professional business, it would be a pleasure to help you. So I'm going to hand you back to Ryan, and thank you very much for your time. Mr. John Blackburn and Mr. Jan for their presence with us here today and for their presentation. Thank you, Mr. John, for your presentation on Moore Global. We also appreciate Mr. Anton Kalala, the CEO of Moore Global, for his kind words welcoming us to Moore Global. And may the road ahead be filled with success and positive outcomes. والآن نستعرض فيديو قصير عن شركة مور يو بي جوردن. At Moore UB Jordan, a member of Moore Global, we are helping you thrive in a changing world. Collaboration and understanding are at the core of our approach. We believe in working closely with our clients to provide tailor-made long-term solutions that perfectly align with their specific needs and goals. We take immense pride in our proven experience. We have honed our skills and gained valuable insights with years of experience in providing audit, consulting, tax, and training services. We take pride in our reputation for providing innovative solutions. We have earned this distinction through our flexible approach to idea generation and management, coupled with our proven business solutions. At our organization, we recognize the vital role our people play in our success. We are committed to investing in their growth, development, and well-being. Transparency and governance are at the core of our principles. We adhere to a transparent approach. We ensure that our actions, decisions, and processes are clear and accountable to all stakeholders. Excellence is the driving force behind our every endeavor. At our organization, we wholeheartedly embrace and uphold a culture of unwavering commitment to quality in everything we do. Leadership is an integral part of our organization's fabric. We foster a culture where each team member is encouraged to demonstrate leadership qualities and inspire others. اسمحوا لي أن أقدم لكم الشريك المؤسس السيد إسحاق يوسف فليتفضل مشكوراً.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أصحاب العطوفة والسيادة الضيوف الكرام عملاءنا الأفاضل السيدات والسادة أسعد الله أوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا بكم ونشكركم على حضوركم هذا المؤتمر الأول لمور يوبي الأردن فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى إنه لمن دواعي اعتزازي وسروري أن أقدم نفسي لهذا الحضور الطيب هذا الحضور المتميز الذي يعطينا وسيعطينا إن شاء الله دفع إلى الأمام لتحسين عملنا وتطويره وبالتالي تقديم أفضل الخدمات له فنشكركم جميعا على تلبية الدعوة والحضور بعجالة سأقدم لكم نفسي وموجز عن أكاديمية مور يوبي الأردن إن شاء الله تعالى أما عن نفسي فأنا اسمي إسحاق يوسف أحمل درجة الماجستير في المحاسبة والعلوم الإدارية من الجامعة الأردنية خبرتي العملية قاربت على 40 عام 20 عام منها قضيتها في البنك المركزي الأردني وتنقلت خلالها في أكثر من وظيفة كانت آخر وظيفة لي مساعد المدير التنفيذي لدائرة الموارد البشرية أما ما يقرب من 20 عام الأخرى فكان لي الشرف أن أنضم إلى شركة مور يوبي الأردن في التأسيس وعملت فيها كمستشار وكمدرب في مواضيع عدة سواء كانت الضريبة والمحاسبة والتدقيق أو الموارد البشرية أو تقييم الأنظمة وما شابه وخلال فترة التأسيس من فضل الله أسسنا أكاديمية مور بي الأردن وهذه الأكاديمية ركزت على التدريب العملي نظراً لأهميته في تنمية وقدرات الموارد البشرية وتحقيق الأهداف وتحقيق الغايات للمؤسسات والمنظمات وذلك من خلال تحسين العمل الحالي وإعداد العاملين للعمل المستقبلي وتنمية المهارات والقدرات للقيادات الإدارية أيضاً تساعد عمليات التدريب العملي على تحسين بيئة العمل وبالتالي رفع الإنتاجية وتخفيض التكاليف ومن ثم نحصل على رضا العملاء وهذا إحنا طبعاً الهدف الأساسي من عمليات التدريب العملي في النهاية لذلك الأكاديمية تقوم بتحديد الاحتياجات التدريبية لعملائنا وللمؤسسات والمنظمات والأفراد على حد سواء ونقوم بتصميم الدورات التدريبية بما يتلائم وهذه الاحتياجات ونقوم بعدها باختيار أساليب التدريب المناسبة ومن ثم نقوم باختيار المدربين من ذوي الخبرة والكفاءة ويتم تنفيذ البرامج التدريبية وكما تعلمون أن أي عملية تحتاج إلى تغذية راجعة فيدباك لذلك نقوم إحنا في نهاية كل برنامج تدريبي بتقييم هذا البرنامج هل حقق الأهداف المحددة إلى المرجوة منه ونستفيد من نقاط القوة فيها ونعززها ونعالج أي نقاط ضعف إن وجدت في أي برنامج تدريبي لذلك قامت في الفترات السابقة الأكاديمية بالكثير من البرامج التدريبية يعني عددها كبير مواضيعها مختلفة ممكن إجمالها في عناوين رئيسية مثل أساليب مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخاصة في القطاع المالي قطاع البنوك وقطاع شركات الصرافة تقييم أنظمة الرقابة الداخلية معايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية والتغيرات والتطورات والتعديلات التي تطرأ عليها أيضاً الأمور المتعلقة في الأمور المالية والمحاسبية والتحليل المالي وكثير من الموضوعات أما عن خطتنا المستقبلية بإذنه تعالى فبالإضافة إلى البرامج التي ذكرتها سيكون التركيز بإذنه تعالى على البرامج التدريبية التي تؤهل الأشخاص للحصول على الشهادات المهنية مثل CIS, CFM BMB, IFRS Expert, GCB وغيرها الكثير من الشهادات المهنية هذا أولاً
أما ثانيا سيتم التركيز بإذن الله على العلوم التكنولوجية. العلوم التكنولوجية مثل حاليا الشيء المتطور اللي هي أمن المعلومات والأمن السيبراني. أيضا سيكون في هنا تركيز على الكيو اي اللي هي عبارة عن رقابة الجودر. أيضا سيكون هناك برامج تدريبية تعنى بالتدريب على البرامج التدريبية. وسيكون للأطفال حصة بإذن تعالى من التعليم على البرمجيات بإذن تعالى. وأخيرا وليس آخر سيكون لعملائنا الكرام جزء من نظرتنا المستقبلية. سنقوم بإذن تعالى بإعداد برامج تدريبية متخصصة لهم اللي هي التيلر بروجرامينج أو التيلر تريننج. وبالمشاركة معهم وبالتعاون معهم سنقوم بتصميم برامج تدريبية تتعلق بمؤسسات واحتياجاتهم التدريبية. وسنقوم بتنفيذ هذه البرامج في الوقت والمكان الذي يروه مناسب. هذا بتؤدي إلى خفض الكلفة عليهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وعلى موظفيهم. هذا ما أحببت أن أذكره إياه بالعجالة. أشكر لكم حسن استماعكم وأهلا وسهلا بكم على الحمد. شكرا سيد إسحاق. والآن نرحب بالشريك السيد علي منصور لإلقاء كلمته فليتفضل مشكورا. السلام عليكم الجميع. الله يعطيكم العافية يا رب. أهلا وسهلا فيكم ضيوفنا الكرام شركائنا في النجاح. أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم أنا بسعدني يعني حبيت أختار كلمتي بموضوع له علاقة بسر نجاح شركتنا. سر نجاح شركتنا كان تحت عبارة واحدة ألا وهي اسمها الشراكة. كيف اشتغلنا على الشراكة؟ اشتغلنا على الشراكة في خمس مستويات أساسية. الشراكة على مستوى الإدارة، وحدنا الإدارات من عام 2019. 2 الشراكة على مستوى الموظفين، حطينا هيكل تنظيمي مرتب بحيث إنه الموظف من أول ما يدخل يعرف شو الأساس تبعه حتى يصل لبارتنر لمستوى بارتنر. 3 على مستوى الخبرات، شاركنا خبراتنا سواء مع عملائنا أو مع موظفينا. المستوى الرابع على مستوى العالمية، يعني اليوم إحنا انتقلنا من المستوى المحلي إلى المستوى العالمية. وهيك أنا بقدر أقول لعملائي بقدر أخدمكم ب 550 موقع في العالم وليس فقط في الأردن. وعلى مستوى أخير من الشراكة اللي هي الشراكة على مستوى اللي هي العملاء اللي تشارك الخبرات مع العملاء. طيب في مفهوم ثاني كمان ضفناه إحنا لمفهوم الشراكة اللي عزز معاني الشراكة. يمكن قصة قصيرة هيك بحب أستضيف أحكيكم إياها في اختصار. طبعاً في أحد التجار جالس مع أحد الحكماء، فهذا الحكيم بيسأله تعرف شو يعني تجارة؟ فهو خبره من بعض الكلمات يمكن اللي احنا بنعرفها انه تجارة كذا كذا. قال له التجارة هي عبارة عن 5 حروف، التاء والجيم والألف والراء والهاء. التاء التوفيق من الله، وما التوفيق إلا برضا الله، ورضا الله بيحتاج رضا الوالدين. الجيم جسور، التاجر بالعادة جسور. الألف حكى له الألف هي عمود الكلمة، وعمود الكلمة إذا راحت بنهد البيت، عمود الشركة. الألف هي الأمانة، الأمانة الأمانة، الأمانة مع الله، الأمانة مع العملاء، الأمانة مع الشركات. والحرف الراء، الراء اللي هي من التروي، الروي، التاجر الروي، صبور بهاي المعنى. والها هي هبة من الله عز وجل. طبعاً ضفنا هذا المفهوم إلى مفهوم الشراكة، وضفنا مفهوم أخير ألا وهو مقولة المتنبي وأختم بها: ليس العلم بالتعلم ولكن العلم بالتنفع. وإن شاء الله نكون من أهل العلم واللي بينفع العلم. وشكراً لكم جميعاً. سيد علي كلماتك الرائعة. والآن ختاماً نترك الكلمة للشريك الإداري سيد شادي يوسف فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم جميعاً، يعطيكم العافية.
بداية نسأل الله بهذه الساعات المباركة أن يفرج حالنا في غزة، بستحق من الدعاء بكل لحظة وبكل وقت لازم ندعي له ونتذكر، نسأل الله أن الله ينصركم نصرا عاجلا غير آجل يا الله. بداية أنا شرف لي أن أقف أمام كوكب من الخبراء والقادة والمدراء العامين ورجال الأعمال في الوطن العربي وفي الأردن بالذات. أهلا وسهلا بكم جميعا في عائلتكم موريو بجوكا. بداية أعرفكم على نفسي، أنا شادي إسحاق يوسف، حاصل على العديد من الشهادات المهنية، منها أولا حاصل على ماستر في محاسبة التمويل للجامعة الهاشمية، وحاصل على العديد من الشهادات المهنية مثل الجي سي بي إيه والسي إف إم والكامز وغيرها من الشهادات المتنوعة. طبعا خبراتي عديدة وموجودين بيعرفوا خبراتي من 15 سنة وإحنا شغالين مع عملائنا بعمل دؤوب. خبراتي في مجال الصرافة بالشركات المالية بالمحافظ الإلكترونية، مدقق للعديد من الشركات الصناعية منها المصانع والشركات التجارية والمستودعات، مدرب في العديد من المجالات منها مكافحة عمليات غسل الأموال والتدريب المحاسبي، وأخيرا متخصص في عملية تطبيق البرامج الـ ERP System للمنشآت الصغيرة والكبيرة للأجل. ما بنطل عليكم هيك بملخص سريع بشكل دقيقتين، شو أهمية شراكة موريو بي جوردن مع مورو جلوبال وعلاقتها بتحسين جودة التطبيق المقدم للعملاء؟ في النهاية أنا كموريو بي جوردن بيهمني العميل أخدمه وأقدم له أفضل خدمات عشان يسكين عند غيره ويحكي له لا تحكي العافية، والله يبارك لك هذا بيهمنا في النهاية يعني. فالشيء اللي بنتمناه في شراكتنا مع مور من خلال 562 مكتب 114 دولة 39,000 موظف انه نقدم افضل خدمات من خلال تحسين جودة عمليات التطبيق. طيب كيف بدنا نحسن جودة عمليات التطبيق؟ من خلال ان عندنا في شركتنا عهدنا سابقا ومستمرين عليها بالاسم السابق اللي بتعرفوه يونايتد براذرز يو بي، ولاحقا انه احنا دائما بندرب موظفينا من يوم ما يدخلوا بندرب على جميع الليفلات من جيل الجونيور لمانجر لسينيور، حتى البارتنر الموجودين بالشركه بيخضعوا لتدريب لا يقل عن 60 ساعة تدريبية في السنة. ليش بدنا نحافظ على غير المؤهلين؟ العالم قاعد بتطور بسير وبواكب التطورات كاملة. بالإضافة إنه عندنا نطبق معايير الجودة العالمية SQM1 وSQM2 اللي هي بتعنى في رقابة الجودة على مكاتب التطبيق، واللي هذا راح يضيف تحسينات في جودة التقارير الموجهة للإدارة. في النهاية إحنا المدير العام أو الشريك بأي شركة شو بيهم المطبق الخارجي؟ كتاب فيه نقاط الضعف ونقاط القوة، نقاط الضعف بنسلط عليها عشان نقويها ونقاط القوة بنعززها وبنكمل عليها. في النهاية بدي أطل عليكم بشكر كل الحضور، للأمانة دائما ما بسميه العملاء عملاء بسميه شركاء لأنه لولاكم إحنا ما وصلنا للعالمية، فشكرا لكم جميعا. وأخيرا بشكر كافة الموظفين اللي عندنا من صغير ولكبير ومن الليفل جونيور للمانجر للشريك اللي فعلا لولاهم ما وصلنا لهذا اللي إحنا موجودين عليه حاليا، وشكرا لكم جميعا. شكرا لكم. في هلا هيك كوفي بريك ل 15 دقيقة، فضيوفنا تفضلوا انجوي يور كوفي بريك. بنرحب فيكم مجددا بمؤتمرنا الأول لإطلاق شراكتنا مع مور جلوبال، نشكركم لحضوركم كمان مرة، والآن بنحب نستعرض لكم خدماتنا الحالية والخدمات اللي أطلقناها مجددا، وسيتقدم السيد محمد يوسف ذا أوديتنج مانجر بشرح خدماتنا بشكل وافي لإلكم، فليتفضل مشكورا. يعطيكم العافية الجميع، نرحب بكم جميعا أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم بالمؤتمر الأول لشركة موريو بي جوردن. معكم محمد يوسف مدير التطبيق بشركة موريو بي جوردن، أود أن أشارك معكم بعض الخدمات المالية والخدمات الحالية والخدمات التي أطلقناها مجدداً في شركتنا. على مدار السنوات السابقة قدمنا في شركة موريو بي جوردن مجموعة واسعة من الخدمات التي تهدف إلى دعم عملائنا وتحقيق أهدافهم المالية والإدارية، ونقدم خدماتنا لمعظم القطاعات منها القطاعات المالية والقطاعات الصناعية والقطاعات الخدمية وقطاعات النقل والسياحة والفنادق. ومن هذه الخدمات التي نقدمها خدمات التدقيق وخدمات التأكيدات، منها خدمات التدقيق الخارجي وخدمات التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وتدقيق الاحتيال. أما عن الخدمات الخارجية التي تقدمها شركتنا فتتمثل في إعداد التقارير الإحصائية ومسك الدفاتر وتسجيل القيود المحاسبية ودعم أصحاب العمل في إعداد التقارير المالية. أيضا من أهم الخدمات الضريبية التي تقدمها شركتنا ضريبة المبيعات وضريبة الدخل
وضريبة الأفراد والعملاء الخاصة بالإضافة إلى الأسعار التحويلية. وكما عهدنا لعملائنا بتطوير خدماتنا، ومن خلال هذا المؤتمر نعلن عن إطلاق خدمة الأمن السبراني والتي تشمل التدقيق الفني والتقني وإعداد السياسات والإجراءات المتعلقة بالأمن السبراني وتطبيقاً لتلك السياسات والإجراءات. وأخيراً مع إطلاق الأكاديمية التدريبية لشركة موريوبي جوردن، والتي تقدم الدورات التدريبية في الإدارة المعلوماتية بالإضافة إلى دورات تأهيل محاسبين لسوق العمل ودورات تدريبية متعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال في شركات الصرافة. أما عن خدماتنا الأخيرة وهي خدمة الأتمتة ونظام الـ ERP System، سيقدمها لكم زميلي المهندس منيب الألفي. وشكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم. مساء الخير، أنا منيب الألفي، المسؤول عن قسم تكنولوجيا المعلومات في موريوبي جوردن. سعيد جدا بتواجدي معكم اليوم لتقديم أحد أهم الخدمات التي تقدمها موريوبي جوردن، ألا وهي أنظمة تخطيط الموارد والمؤسسات. أود أن أبدأ بمقولة جدا رائعة لبيل جيتس تقول أن تكنولوجيا المعلومات والأعمال أصبحت مترابطة بشكل لا يمكن فصله. لا يمكن لأي أحد أن يتحدث عن أحدهما بشكل هادف دون التحدث عن الآخر. من هذا المنطلق أصبحت أنظمة تخطيط موارد البشر أداة لا بد منها للشركات من كافة الأحجام لتلبية احتياجاتها وفعالياتها ونجاحها. لذلك قمنا في موريوبي جوردن بتوفير حلول تكنولوجية تضمن أتمتة كاملة لعمليات عملائنا الداخلية وتحسين عملياتهم داخل الشركة وخارجها. بعد تجربة العديد من أنظمة ERP Systems توصلنا إلى أن أودو هو الحل المثالي لتلبية عملائنا واحتياجاتهم داخل الشركة. لذلك قمنا بتوفير بعد تجربة عديد من أنظمة ERP System توصلنا إلى أن نظام أودو هو أحد أهم الأنظمة ERP System واستخدمناه CRM نقدم خدمات CRM بداية علاقات العملاء السيلز والمبيعات البروجكت مانجمنت والإنفنتوري مانجمنت وأخيرا وليس آخرا الأكاونتينج والهيومن ريسورسز. نستعرض فيديو يوضح مزايا أودو المختلفة. Thank you.
من خدمة الإدارة للستات لدينا. نحن فخورون بالإنجاز الذي حققناه معا. هذا فيديو من الشغل لشركة مور بي جوردن على خدماتهم الحاسبية اللي قدمتنا إياها والتحول العمل من النظام العائلي والنظام الفني إلى النظام الحديث واللي استفدنا منه من استهلاك العمليات الحسابية من نقاط البيع ونظام المخزون والمعرض ونظام الرواتب والموظفين كامل. طبعا هذا الفيديو أنا بذكر اليوم فايز فيه. أنا موجود حاليا بالصين وشغال على نظام ERP system واللي هو ساعدني كثير اني اتابع اعمالي حتى لو كنت باقرب البلد بالعالم. شكرا مور، شكرا على الثقه اللي اعطيتينا اياها، شكرا على الاستمراريه والتوفيق. وبصرنا الآن نقدم مجموعة من قصص النجاح لعملائنا. كنا جزءا منها في شركة مويوبي ونأمل أن تكون هذه القصص مصدر إلهام وتحفيز لنا وللجميع. ونبدأ بالسيد علاء بدوي المدير المالي لشركة سويس إكستشينج، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بجميع الحضور السيدات والسادة جميعا للمؤتمر الأول مور يو بي جوردن، ونشكر إدارة مور يو بي جوردن اللي أتاحت لنا المشاركة في تجربتنا مع مور يو بي جوردن في هذا المؤتمر. إحنا شركة سويس للصرافة، الشركة تأسست في عام 2005، كانت هي شركة صرافة تأسست في 2005. طبعاً في 2014 كشركة سويس انضمت كإدارة جديدة فيها تحت إدارة السيد مصعب عبد الرحمن كرئيس مجلس إدارة الشركة، وتم تصنيف الشركة من بنك المركزي الأردني كذات مسؤولية محدودة تصنيف ألف من ضمن شركات الصرافة. مع مرور الوقت وتطور شركات الصرافة أصبح ضروري من شركات الصرافة الانتقال من شركات الصرافة المعروفة بخدمات المالية والتصريف الأموال إلى الخدمات التطورية اللي هي اللي كانت فيها بالنسبة لموضوع التكنولوجيا في الخدمات المالية. نروح لهون أهداف الشركة. كان من أهدافنا في تحقيق خدمات محفوظة في عملائنا من خلال تقديم على مستوى السرعة والجودة، وكان عندنا في كمان من أهدافنا تحقيق الثقة بيننا وبين عملائنا المتحدثين استمرار في النجاح من خلال تحقيق مرضات عملائنا وتجاوز توقعاتهم، وأن تكون دائما على قدر من المسؤولية في تحمل المزيد من التقدم في المستقبل، وأن نجد أفضل حلول وأسرعها وأكثرها أماناً بما يتوافق مع معايير عملائنا. إحنا هنا مع بالنسبة لمور يو بي جوردن، إحنا كان لهم أثر كبير معنا في شركة سويس للصرافة، حيث كانت الشراكة معنا بس مش بتدقيق الحسابات أو بالحسابات فقط، كانت شراكتهم في دراسات الجدوى الاقتصادية اللي كانت تقدم للشركة دراسات جدوى اقتصادية مميزة. لأن احنا شركة سويس للصرافة فتحنا 16 فرع خلال السنتين الماضيين، وكانت مبنية على دراسات الجدوى الاقتصادية اللي تم تقديمها من مور يو بي جوردن، واللي بعد ما شفنا نتائج هذه الفروع شفنا انه هاي الدراسات اللي كانت معمولة من يو بي جوردن كانت صحيحة وأرقامها دقيقة في الإنجازات اللي صارت في هذه الفروع. هلأ قيامنا، هلأ احنا كشركة سويس هي SWISS
كانت هي مأخوذة من السبريد الانتشار والورلد وايد هي العالمية والانفستمنت اللي الاستثمار والسيفتي اللي هو الأمان والسبيد اللي هي السرعة اللي كانت هذه هي اللي احنا القيم اللي كنا احنا بنحاول نقدمها للزبائن اللي عندنا للكاستمر اللي عندنا ونكون احنا شركاء مع زبائن مع الكاستمر زي ما حكينا فرعنا موجودة في عمان وموجودة في محافظات المنتشرة في الأردن وبرجع بحكي إن كان موريو بي جوردن من استثمارنا معهم ما كان بس إنه تطبيق حسابات يعني برجع بحكي مش إنه كشركة تطبيق حسابات إحنا كنا ندفع حسابات معهم بالعكس كان عندهم استشارات وكان عندهم رؤية حلوة بالنسبة لموضوع الفروع وكانت هذه أثرها بتميز الفروع الموجودة عندنا بجميع المحافظات. وشكرا لوقتكم وتوجه خاص الشكر والتقدير لشركة موري بي جوردن على خدماتها الاستثنائية في مجالات التدقيق والاستشارات وتطوير الأعمال وأن تفانيكم ومهنيتكم العالية كان لها الأثر البالغ في تعزيز أعمالنا ومستوى رفع مستوى الجودة والكفاءة لشركة السويس للصرافة. وقدمت لنا الكثير والدعم ونشكر السيد طبعا شادي الإسحاق اللي كان هو من البداية. Thank you, Mr. Ala, for sharing that with us. والآن اسمحوا لنا نقدم السيدة جمانة أبو قنديل المدير العام لشركة أرابيلا فلتتفضل مشكورة. السلام عليكم. أول شيء يسعدني اليوم وجودي كممثلة عن شركة أرابيلا الزراعية الصناعية وأيضا مشاركة ماريوبي لهذا الحدث المهم وتهنئتهم وأيضا تهنئة أنفسنا لأننا نعتبر نفسنا شركاء في هذا الحدث لأن أي ريزلت عن هذه الأجريمنت بالتالي سينعكس علينا. اليوم موجودة بالدرجة الأولى بالشكر لشركة يوبي بلادر يوبي يونيت بلادر لأنها كانت معنا منذ التأسيس في عام 2012. منذ تأسيسنا لشركة أرابيلا الزراعية الصناعية كان من أولوياتنا هي التركيز على إيجاد شركاء استراتيجيين وفعاليين ذات احترافية في هذا المجال سواء كانوا شركاء سبلاير موردين أو مقدمي خدمات. وما ننسى أهم ركن في أي شركة صناعية أو تجارية اللي هو الركن المالي. فساعدتنا شركة يوبي في إيجاد وإنشاء خطة مالية وبوليسي إحنا اتبعناها في فترة تحقيق نجاحنا. وأهم أدت فاليوم اكتسبناها في الشركة بالحقيقة اللي هي الشفافية مع العملاء أو مع الشركاء، شفافية في إصدار أي أوراق مالية، في أي عروض أسعار إلى آخره. هذا الشيء حقق لنا ثقة ممتازة جدا من قبل عملائنا. أيضا خدمات أنا بعتبرها إضافية. تيم يوبي كان إحنا نعتبر كان أونلاين لا يلتزم بأي وقت. أنا كصاحب الشركة أحيانا كنت مثلا خارج البلاد أستقبل مسج من إحدى الموظفين في الشركة لتذكيري بعدة معيقات أو عدة تنبيهات فهذا كان بالنسبة لي لفتات عظيمة جدا. أيضا اكتسبنا مهارة جديدة. في البداية كان خلينا نحكي شركة يوبي يقوم بإعداد دراسات الجدوى لنا ولكن مع الوقت اكتسبنا من قبلهم مهارة جديدة وهي إعداد دراسات الجدوى لعملائنا. فالآن نحن نستقبل أي مشروع نقدم لعميلنا دراسة جدوى قبل تنفيذ المشروع. ف
فهذا تميزنا فيه بالأردن، حيث أننا الآن نصدر دراسات جدوى لمشاريع زراعية للبلديات، للمؤسسات، للمنظمات، من ضمنها USAID، ميرسي كول، اللوتري، البلديات الحكومية، وزارة الزراعة. إحنا كأربال أصدرنا دراسات جدوى وأخذت مؤشرات واقعية بنسبة تصل إلى 78%، وهذه نسبة جداً عظيمة، ونتج عنها آثار، وهي كانت قرارات حكومية نتجت نتيجة دراستنا التي قدمناها. اليوم موجودين لتهنئتكم، وشكراً بالأخص الأستاذ خالد أبو دهام، كان داعم ليس فقط للشركة ولكن كشخصي كصاحب شركة، قدرنا نتوسع بوقت قياسي، قدرنا نكون جريئين شوي بالسوق. شكراً لأننا كنا معكم وما زلنا، شكراً لأننا كنا سعيدين معكم، لأننا كنا ناجحين. وطبعاً يسعدنا تأكيد التزامنا واستمرارنا بالتعاون معكم، وأيضاً سعيدين بانتظار ما هو جديد، ما رح ينتج عن اتفاقية ماريو بيه، سعيدين في انتظار ما ستقوموا بتطويره لنا وما ستقوموا بتدريب لفريقنا لكي نتمكن من تحقيق مزيد من النجاح والأرباح إن شاء الله. Thank you, Ms. Rumana. وإن شاء الله أنه منضل عند حسن الظن، وإن شاء الله مزيد من النجاحات. والآن اسمحوا لي أن أقدم السيد مراد قطاطشي، المدير التنفيذي لشركة زمزم، فليتفضل مشكورا. مساء الخير جميعا، يعطيكم العافية. أنا مراد قطاطشي، Chief Executive Officer في زمزم Exchange، واليوم كمان موجود بصفتي Board Member of Dinara Wallet. في البداية اسمحوا لي أشكر الأخوة في More United Brother، اسمحوا لي أحكي لهم يعني It's a pleasure to be part of your celebration. It's a pleasure to be part of your success story, as you always was part of our success story. So thank you so much. في البداية بس إذا بتلك بتعطينا الفيديو، في البداية سأقول هيك أعطيكم quick brief عن زمزم Exchange وعن تجربتنا والسكس ستوري تبعنا مع More United Brother. زمزم Exchange بلشت العمل تحت هذا الترايد نيم since 1968 from north of Jordan through few branches، وبلشنا بعدين يعني بـ aggressive expansion plan cross Jordan. اليوم نحكي عن 31 branches across Jordan بجميع المحافظات الأردنية. طبعاً اليوم إحنا مثل ما بتعرفوا classified by the Central Bank of Jordan as Grade A Exchange House، وهذه license qualifies us to aggregate financial transfers locally and from different source countries worldwide, then send these transfers to different destination through our network. طبعا هذا الاكسبانشن ما كان بس على مستوى انه to open new branches، بس كمان صار من خلال enhancing للنتورك اللي احنا بنشتغل عليها worldwide. طبعا النتورك اللي احنا بنشتغل عليها، احنا بنشتغل من خلال direct integrations with the local exchange house، مثلا الشركات الصرافه الاردنيه، direct integration with the foreign exchange house يعني worldwide. يعني فمثلا اليوم زمزم Exchange عندنا direct integration with يعني مثلا بالإمارات، بقطر، بالبحرين، بالكويت، بعمان، بفلسطين، بلبنان، بأوروبا، بالUnited States. So عندنا direct integration worldwide بالنسبة لل Exchange Houses. Also direct integration with local and foreign banks worldwide. Also direct integration with money transfer operators لحتى نقدر نغطي أو نعمل full coverage للكلاينتس تبعو. طبعا احنا اليوم في زمزم Exchange من خلال هاي النتورك، we providing a different type of service. We providing an instant cash transfers for our clients and our partners. طبعا احنا حتى كمان عم بنحاول قدر الامكان نعطيهم more options to transfer cash through partnership مع different
MTOs. Your command and I've been doing an account digital service to any bank account worldwide. I'm developing the current technology beyond the Zamzam exchange. You can utilize the SWIFT service, the ACH service, the RTGS service with different variables. And you own in personal level, that's the feed to utilize the Zamzam exchange account service. If in the command business or corporate, you can utilize the account service with Zamzam exchange. But I'm not in the Zamzam exchange, believe me. They had a huge transformation to digital. I mean, the brick module to the click module. I remember investing in financial technology. We came at acquired one of the finest wallets in the world, which is called Dinaric. Talking about more than 500 keys, active account, which is the world. So, inshallah, حتى قريبا يعني قبل نهاية السنة راح تشوفوا Zamzam plugin inside هذا wallet in order to utilize Zamzam services من خلال Dinaric wallet. إن شاء الله حتى before end of this year إن شاء الله راح تشوفوا standalone application for Zamzam exchange to utilize the cross-border transfers of Zamzam exchange. طبعاً بهاي المايلستونز اللي حكيت حابب هيك أمنشن على دور more united brothers في wonderful milestones الخاصة بزامزم exchange. مثل ما بتعرفوا حكيت لكم عن الهيوج أو يعني هيك expansion plan بجنوني كانت. فأنت بتحكي عن uncertainty عالية وبتحكي عن unpredictable environment. For United Brothers was always around to support us. There was more than external auditors. كان دائما موجودين لحتى يعملوا consultations. كان دائما موجودين لحتى يعملوا knowledge sharing. لا functional managers الموجودين عندنا بالشركة. كان دائما موجودين لحتى يساعدونا as much as they can. وزي ما حكيت لكم enhancing من خلال الاتجاهات الخاصة بزمزم exchange اجت من خلال direct integrations. وبتعرفوا هذول البارتنرز وقت نبلش تاي ابس وشيك هاندز اول شيء بيطلبوه الفاينانشال ستيتمنت الخاصه فيك. الجود نيوز انه وي نيفر ريسيف اني نيجاتيف فيدباك على الفاينانشال ستيتمنت الخاصه في زمزم اكسبيرينس. ما بتعرفوا قديش هذا الموضوع ضروري جدا ان اوردر تو ديسايد كريدت ليمت الخاص بزمزم اكسبيرينس. في النهايه يعني حابب اشكركم اجين ثانك يو يعني تو انفايت اس تو بي هير توداي. وخلوني أنا أسمع هيك أختم بالسلوغن الخاص بزمزم بزمزم إكستشينج شيف القيمة الحقيقية لنقودك. واليوم بهاي الفعالية إحنا بنجسد القيمة الحقيقية للشراكة ويعني تحديدا إذا بنحكي عن إكسبشنال بارتنر بحجم مور. شكرا جزيلا. It's a real pleasure having you Mr. Murad. نحن من أسرة مور نتمنى لكم لشركتكم كل النجاح مع بعض إن شاء الله. والآن اسمحوا لنا نقدم المدير السيد محمد حداد المدير العام لشركة تزود فليتفضل مشكورا. مساء الخير للجميع. اسمي محمد حداد المدير التنفيذي لشركة تزود. شركة تزود هي عبارة عن منصة مختصة لتقديم الخدمات الاي سيرفيسز والاي كوميرس خدمات التجاره الالكترونيه والخدمات الالكترونيه. رح نبلش ان شاء الله بانطلاق هاي السنه بشهر 11 باذن الله. رح نبلش المتجر الالكتروني اللي رح يختص في كثير من المنتجات اللي بتخص العائله والاسره بكل الفئات العمريه تاعتها. طبعا قبل ما انه انا ابلش احكي عن تزود حابب اشكر اول شيء الاخوه في يو بي جوردن يوبي مور جوردن. شكرا لكم على دعوتنا اولا وشكرا لكم برضو على كل الخدمات اللي قدمتوا لنا اياها. وبحب كمان ابارك ليوبي جوردن وليوبي انترناشونال هالشراكه اللي واعده ان شاء الله. استاذ جيف حكى قبل شوي انه هم كفيرم عالمي بتطلعوا على موضوع الفاليوز اكثر ما بتطلعوا على موضوع الماس ريفينيوز اللي بياخذوها بالسنه. وإذا أنتم فعلاً هذه هي الفاليو تساعدكم هذا هو الأسلوب اللي أنتم بتنطقوا فيه شركائكم فأنا بحب أهنيكم أنكم لقيتوا شريك كثير ممتاز لأنه بالفعل بتشارك معكم بنفس الـ يعني المفروض تقيم. فبارك لكم هاي طبعاً الشراكة أتمنى لكم يا رب الاستدامة والتوفيق والله يعطيكم ألف عافية. هذا أول طبعاً السيدات والسادة مساء الخير للجميع القاب المسميات يعطيكم الف عافيه. هلا انا اليوم بجوز حابب احكي عن يوبي مور جوردن اكثر ما احكي عن تزود.
بس كثير مهم احكي عن التزبط برضو عشان نبين قديش الدور كان مهم ليوبي جوردن. يوبي مور جوردن اسمه على فكره الدكتور شو طبعا شركه التزبط في بدخل بالمعطيات تاعت بنائها اكثر من عمود مهم لاساسها. البنيه التحتيه الخاصه في التكنولوجيا كثير مهمه، بس في شغلات ثانيه اللي احنا كبشر يعني ما لنا علاقه في موضوع التكنولوجيا ما نطلع عليها. احنا نفترض دائما انه بناء شركه بتقدم الخدمات الالكترونيه والتجاره الالكترونيه هي مبنيه اساسا على موضوع التكنولوجيا او الاي تي او الكودات بمعنى اخر، وكثير بنغفل لموضوع الباكج الاداري اللي بيكون خلف هاي المنظومه. وهذا الشيء اللي انا شفته حقيقه بميز الاخوان في شركه يوبي مور جوردن، انه انت بتجهز حالك من ناحيه اداريه، بتجهز منظومه الاجراءات العمل اللي انت بدك تسويها اولا، وهذا الحكي بيعتمد طبعا على انت كشركه وين ناوي تروح. فبناء على رؤيه الشركه وبناء على هي وين رايحه في الاشهر او في السنوات القادمه بحدد قديش لازم انه هي تبني اولا اجراءات عمل وامور اخرى تمشي معها هاند ان هاند. طبعا فيما يخص المواضيع القانونيه والمواضيع اللي علاقه في التسجيل وترتيب الامور بالاوراق برغم الشركات وما الى اخره، ففي امور قانونيه وفي امور اجرائيه وفي امور لها علاقه في البزنس والاداره، وبعد ذلك بيجي عندنا موضوع التكنيكال. الحلو انه احنا قدام شركه عم تشتغل على شيء انا بقول له بالانجليزي عاده الكيلو 1 ستوب شوب، انه انت زي ماشي بسيارتك فبدل تلاقي محل بغير زيت ومحل بغير ناشر ومحل بغير بركات، بتروح بتوقف على محل واحد بغير لك كل هاي الامور مره واحده وبيعمل لك صيانه كامله بغسل لك السياره كمان. فنيجي بنطبق هذا الاسلوب اللي حكينا فيه هلا على الاخوان في مور يوبي، بنيجي بنشوف انه انت في عندك يعني ادفايزر او عندك جهه بتعمل لك استشارات بتقدم لك استشارات فيما يخص اول شيء التسجيل، وكمان بالطريقه اللي بدك تبني فيها البنيه الهيكليه تاعتك الاداريه، وهذا الحكي بيترجم طبعا على الشارف اكونتس او اللي هو شجره الحسابات. بنفس الوقت اذا انا بدي ادقق عليك اخر السنه واذا انت مش معك شجره حسابات قويه مرتبه بدها تخدم شغلك بالاساس، اذا مش مبنيه بطريقه متينه انا اخر السنه رح اواجه انا وياك مشاكل. فهو بجهز للنجاح ما بجهز للمشكله. هو فعليا لما بيجي اخر السنه ما بلاقي مشاكل عندك في النظام الداخلي تبعك ان كان محاسبي او اداري او حتى اي تي، الانسان كان موجود اي تي اوديت، هو بيكون مبسوط. مع انه هي العقليه بتاعت المدقق بتختلف شوي هذا الموضوع، عقليه المدقق بتنبسط لما يشوف مشاكل، مش مشكله على كل حال. هم لا، هم مش حابين بالضروره انه يشوفوا مشاكل اخر السنه ويحطوا لك بالتقرير تبعك مشاكل، هم بجهزوا للنجاح هذا والاسره ما تكون فعلا امور ناجحه. فعشان انت ما تواجه مشكله في التدقيق اخر السنه، هو بجهزك لهذا الموضوع بانه بيبني لك بنيه تحتيه من جميع النواحي الاداريه والاجرائيه تكون جاهزه للنجاح. هلا في نرجع لموضوع المهم، لانه احنا برضه في بناء شركه التزود بنحكي كثير على موضوع طبعا البنيه التحتيه تاعتنا بالاخير انت بتشتغل على كلاود سيستم، انت فعليا فيرتشوال سيستم، انت ما لك محلات فيزيكال موجوده في الارض بتيجي الناس تزورك عليها. فاذا ما كانت البنيه التحتيه الالكترونيه تاعتك على الكلاود اللي هو على المنظومه على الشبكه السحابيه العالميه، فانت فعليا عندك برضه مشكله. فانك تجهز من ناحيه اداريه وقانونيه واجرائيه شغل، وانك كمان تكون جاهز تعكس هذا الكلام وتدمجه على منظومه كامله قابله انها تتمدد وتكبر كمان، لانه احنا امام يعني عالم ممكن يتوسع فيه باي لحظه وممكن السوق تبعك تكبر باي لحظه، فبده يكون في عندك بنيه تحتيه ايضا قابله انها تكبر او تكون سكيلبل بمعنى اخر. فبرضه بتلاقي انه في حدا يبني معك وينصحك. اخيرا وبعيدا شوي عن الكلام التقني الفني البحت، بدي اجي اقول يعني على بدي اجي احكي على القيمه الحقيقيه اللي بشوفها في هاي الشركه. احنا قلنا انه ون ستوب شوب، انك انت بتلاقي حدا مختص باكثر من مجال، كل هاي مجالات مهمه، وانت مش مضطر توصل بين هدول الناس، لانه هدول الناس نفسهم قاعدين مع بعض بيفهموا على بعض،
انت ما عليك غير تقعد في الاجتماع وتقول انت شو بدك تعمل وبتلاقي الافكار ما عم تيجي عليك لحالها وبتتنفذ فعلا مش بس كلام. هذه وحده بس. كمان الاهم هو الاليه تاعت التفكير تاعت مقدم الخدمه. مقدم الخدمه في نوعين، في انسان بيقول له العميل طابور، وهذا الشخص اللي بده يقدم لك خدمه وياخذ منك سعر عالي جدا وبعديها هو اصلا مش فارق معي بده يشوفك كمان مره. وفي واحد بيستثمر معك في علم النجاح تبعك وبتطلع عليك وانت شريك، وكلمه شركاء في النجاح حقيقه الاستاذ علي والاستاذ شادي والاستاذ خالد كمان ترجموها. في كلام انشائي كثير انا بطلبه هلا على النت واكتب كلام يعني بصراحه ثوره جديده نادي وعندل، ولكن تطبيقه كثير صعب. وانا عشان كانت تجربتي كثير ناجحه مع الاخوان وحقيقه ما اخذت قيمه عاليه بدي احكي على الموضوع اللي هو موضوع القيم. لما يكون في قيم عاليه هاي ايثكس عند الناس القائمين على المنشاه، هاي القيم اللي هي الفالوز بتنعكس عند الزبون بشيء بنقول احنا فاليو فور ماني اللي هي القيمه مقابل المال. القيمه مقابل المال بيعمل لك نجاح، لانه انت كمنشاه تجاريه بالاخير يقاس نجاحك قديش بتعمل مصاري. نجاحك كبارتنر او كعميل هدول الجماعه برجع لتغذيرات عليهم بعملهم نجاح. اي نعم الوقت طويل بده صبر، ولكن النجاح بيكون من طبيعه ثانيه مش نجاح سهل انه يتناثر. نجاح ان شاء الله بيستمر وبضل وبيكبر اكثر وبكون مؤسس بطريقه من البنات. انا مش حابب اطول عليكم، حبيت احكي عن جد قديش نستفيد من هذه التجربه، وحبيت اني انا احط ايدي على النقاط او اصبع على النقاط اللي شفتها كثير مهمه بتميز هذا الفيلم من بين بقيه الفيلم اللي موجوده في. كمان مره بشكركم على وقتكم، وكمان مره بشكر يعني ببارككم على الشراكه اللي صارت، وان شاء الله من هلا بلقاكم معكم. كلماتك بتكبرنا وان شاء الله انه بنضلنا مستمرين على الوعد وبنضلنا بنجاح tomorrow successes for us as more UB Jordan ولكل شركاتكم ان شاء الله. والان مع السيده ديما عدنان المديره الماليه لشركه الفضاء التنفيذيه وندعوها ونشكرها. تفضلي ست ديما. يعطيكم العافية جميعا. طبعا من أصعب المهمة هلأ إجت بعد اللي كل الحكي وأضل إشي أحكيه، فثانك يو لكم كلكم يعني. بس بدي أحاول كونه أنا آخر إشي هيك، والحمد لله كان لقاء كتير ناجح ولقاء كتير حلو وتعرفنا على شخصيات كتير حلوة وجمعتنا كلنا جميعا في مكان. بقدر أحكي السمة الوحيدة اللي حكي الجميع كانت نحكي إنه إحنا فاميلي، يعني كانت هي عبارة إنه إحنا عائلة. بدي احكي عن تجربتي الشخصيه. انا طبعا مديره بشركه اسمها جلوبال سمارت. هاي الشركه هي احنا شركه في المناطق التنمويه، شركه صناعيه وتجاريه، هي بتخص تجارين. طبعا الاستاذ خالد عاش معنا معاناه كبيره عم ينظم الامور. كان في كثير قوانين كثير بتغلب عندنا بالاردن ما بين المناطق التنمويه، اعفاءات، ايش بدنا نعمل، شو بدنا نسوي، في بضاعه بيانات جمركيه، فاحنا كان كثير الخبره عندنا وسيعه. فالحمد لله كثير اشتغلوا معنا على هذا الموضوع ونظموا لنا اياه، بالاضافه طبعا للحكي اللي حكيتوه جميعا مش راح اعيد منه ولا شيء. في شيء كثير مهم حابه احكيه. علاقه بالاردن علاقه المدقق والكاستمر هي علاقه خوف. هذا الشيء الوحيد اللي ما كان موجود معنا مع اليونايتد براذر. ما كان في خوف، كان هم يجي يحكوا لك تمام في انت عندك 1 2 3 4 هاي غلط ما بصير حسب القانون كذا كذا، في النكست تايم لازم احنا نعدل هاي الاشياء وناخذها، احنا هلا ما بنقدر نمرق قانون بشده. هذا الشيء اللي كان كثير صعب انه احنا نلاقيه، فاحنا الحمد لله لقيناه عندهم، وكان عندهم الدعم مش من واحد، الاستاذ خالد، السيد علي، السيد شادي، السيد محمد، كلهم عباره عن بارتنر، يعني مين ما اخر شيء تطلع مخدوم. للساعه 12 احنا كل يوم 30 4 عندنا مأساة، للساعة 10 بالليل علي، للساعة 10 بالليل خالد، بنضلنا مع بعض لحد ما احنا نخلص هذا المشوار. فبالتالي انا متوقع انه ان شاء الله احنا لما ضفنا الانترناشونال خبرات عندنا، هاي الخبرات تنعكس حتى على دور الاردن بالصعيد الخارجي. فاحنا بصير في احنا نحكي في يونايتد براذر،
بتاعت الجوردن موجودة اسمها جنب 500 مكتب بالعالم. فمعناته إحنا هون بدينا إحنا كموردين وكناس نشتغل على الأنظمة العالمية. فهي أكيد هي قبل إلنا قبل ما هي لكم، فثانك يو على هذا التعب، وأكيد مريتوا بكتير خطوات عبال ما أنتم وصلتوا لهون، فثانك يو. وأصعب إشي إنه الواحد يكون آخر إشي، لأنه كل الواحد مش إرهاق، إن شاء الله ما يكون في إرهاق ولا ملل. الحمد لله إحنا ما شعرنا بالملل، وهي المؤتمرات الجميلة اللي ما فيها ملل. بس قد ما بدنا نحكي، يعني هي كلمة ثانك يو ما بتحكي إشي، بس بدي أحكي إنه استمروا بوجودكم بحياتنا، هذا إحنا طالبينه. ويعطيكم العافية. مع المهندسة ديما نشكرك كثير، بنكون هيك شرفنا على انتهاء مؤتمرنا الأول وأطلقنا شراكتنا مع مور جلوبال بشكل رسمي. فشكرا لكم ولحضوركم، وبنتمنى النجاح لشركاتكم ولنجاحات مستمرة معنا إن شاء الله، وإن شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم ونعطيكم أعلى سيرفيس بأعلى جودة. وشكرا لكم، وندعوكم تتفضلوا على الغداء، وشكرا كمان مره لوجودكم معنا اليوم. يعطيكم الف عافيه.